يلا 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 ماشي يلا، كل رجولي كل مصولة يلا. أوي أوي كل رافع حرارة أم يبغالي ما أجي فوق الليتر، ماشي الليتر فيه والله. يلا يلا راسي كني أوي أوي كني ما قابل أوي ما قابل كني ما أوي أوي خلاص كبرت في السن أموت. أوي عبد الله عبد الله تبدا مو باغي مو باغي تبدا مو باغي مو ابوي شنو المستشفى شي تراني مريض 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 ما بي ماشي مستشفيات ماشي ماشي ما انا ماشي بعد شر الحكومه دي مو سويك ايه ماشي مستشفيات تو قافلين 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 شي مرفوق شي مش ها ماشي ماشي انا قريت عندي مشوار مهم انا يا ابوي موت الاولاد يا الله رايح ابوي شي مشني اموت اسميها بدرة اسميها بدرة ابوي هلو يا مرحبا وسهلا حياكم الله خير بخير بخير مو مريضة انا بعدني تو طيارة جاي انا بعدني جاي جاي ثواني بس ثانية واحدة ثانية واكون اودش هي والله هي نعم اوديش المستشفى هي والله هي توك توك هيا امي يلا شيمة ربوكم يا اولاد الشيمة تراني في امس لحاجة حاكم لا تعقوني لا تعقوني اولادي لا تعقوني الشيمة هذه من عقوق الوالدين من عقوق الوالدين اسرح اودي الجيران شيما اسرح اودي الجيران اخليه يوديني المستشفى اسيبه هاي هاي الشيء وقع بالوقت كيف سكرته والله ما يدري هو بيبقى قافل ابي الشيما اسيبه يقصر ما يقصر ولا الجيران اسيبه والله يلا اوكي انا بقى المستشفى خلاص ابوي زيد قمرت فيي زيد ولا ذا الاولاد مو عندي انا ما نافعيني ما نافعيني الله يهديهم الله يهديهم اموت اموت والله ما قصرت ابوي ما قصرت ما قصرت سالم جزاك الله خير ما قصرت عن نيابك ابوي عن نيابك يلا دخلوا 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 حياكم الله السلام عليكم عليكم السلام ما شاء الله سالم كيف حالك ابوي الحمد لله الحمد لله فقدناك والله ما تسوي ما قدرت اروح المسجد ما قدرت اروح المسجد وما الحمد لله احسن احسن الحمد لله الحمد لله اهون تفضل جزاك الله خير خير فيك خير ابوي ما قصرت والله ما قصرت كيف حالك سالم الحمد لله مو اخبارك بخير والله ما قصرت ذيك اليوم ما قصرت يوم سحبتني المستشفى ما تسوي ولا كنت اموت أعوذ بالحرارة بوقتني سلام أعوذ بالله أعوذ بالله صحيح الإنسان لنسخ هذا لنسخ إيه والله إيه وهذا الأولاد مو عندنا براضي ذرة ما حكني ولو ما يتكن كان أتشم من الخيسة هي نعم أتشم من الخيسة ولا أحد يعودني ولا مين ولا الأولاد أعوذ بالله عاقين بالوالدين عاقين بالوالدين نعم لله عبد الله عبد الله جبنا قهوة جاء أبوك سالم قالنا السلام عليكم عليكم السلام تو ما لاقى غيري أنا بس في البيت أنت الأكبر بني مو أخلي حبيبي أنا في عبد الله عبد الله هلكتني هلكتني كله عبد الله لا حول لا قوة يا أبوي ما خل حتى ما نعرف نتكلم حتى ما نعرف نسوي شيء كله عبد الله عبد الله ما فاضي ما عندنا وقت ما يبوز ما عندنا وقت كذا أبوك لا حول ولا قوة إلا بالله روح 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 ما ضاين قهوة ابوي خلاص جيب جيب شغالك لا لا شغالك جيب شغالك سير 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله ما علي هلا ما ضاق العصا لا حول ولا قوة لو ضربه لو ضارب منه شوية شيء يوم صغير كان يتعجل خله مستورة سالم خله مستورة خله مستورة
لا حول ولا قوة. هذا ما أنا أستأذن عنك. أهين جالسين؟ آه وايد عندي شغل أبوي. والله. إيه. جزاك الله خير ما قصرت أبوي ما قصرت. خلا أنا بادي للباب خلا. جزاك الله خير ما قصرت أبوي جزاك الله خير ما حسن. يلا ننتقي سلم سلم على الربع لك مسجد يقول ما برد الأيام بقي. إن شاء الله. جزاك الله خير أحسن يلا. يا أبنائي يا أبنائي عقوق الوالدين من أكبر الكبائر اللي أهله وأبوه وأمه حيين يشكر ربه ويحمده واللي متوفين ترى الله تعالى يرحمهم لكن حطوهم في راسكم وفي عيونهم إذا كان حيين وفي عيونكم في عيونهم في عيونكم زين أهو يا أقوم أسير أقوم أسير يعني كذا الله يصرف تقول نبيح كلمة أقوم أسير